السلام عليكم، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم نحن نحكي عن جامعة رومانية، جامعة كلوج نابوكا التقنية. هي جامعة من أفضل الجامعات في رومانيا، تقريبا تصنيفها 6 أو 7 الجامعات الرومانية. أسعار الدراسة فيها كتير حلوة، متاح الدراسة فيها باللغة الإنجليزية لكتير من التخصصات الحلوة، بالإضافة إلى ميزات تانية. رح نحكي اليوم عن هاي الجامعة، رح نحكي عن مواصفاتها، أسعار التسجيل فيها، وخبر مهم للطلاب اللي بدهم يدرسوا برومانيا. فخليكم معنا لآخر الفيديو. أنا مهندس غيس، مركز الخوارزمي للدراسة بالخارج. يلا نبلش. رومانيا بتعتبر وجهة رائعة للطلاب الدوليين اللي بيبحثوا عن الدراسة بالخارج، فأسعار الدراسة فيها معقولة مثل ما قلنا، ثقافتها كتير حلوة وغنية، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية باللغتين الإنجليزية والرومانية، بالإضافة لبعض اللغات أحياناً تانية مثل الفرنسية والألمانية ببعض الجامعة. واللي ما عنده فكرة قوية عن رومانيا، فرومانيا هي بلد تقع بشرق أوروبا، هي بلد بارد فيها كتير طبيعة حلوة، بتعتبر من الدول السياحية. عاصمتها بوخارست، وبتقع على حدود صربيا، بلغاريا، أوكرانيا والمجر. والخبر المهم اللي حكينا عنه اللي بيخص دولة رومانيا، واللي هي انه قريبا جدا خلال اسبوع او اسبوعين تقريبا رح تنضم رومانيا لدول الشنغن. ويعني هذا الحكي بس يكون شخص مقيم بدولة رومانيا مسمح له انه يسافر لاي بلد من دول اوروبا بده اياها، في جوال بحرية بفرنسا المانيا بدون حدود مثله مثل بقية دول الشنغن. فهي ميزة بتعتبر ممتازة. رومانيا كان لها سنين وسنين عم تسعى انه تحصل على فيزا الشنغن. فبهي الحالة بنحب المبارك لطلابنا اللي عم يدرسوا برومانيا او الاشخاص اللي بدهم يسافروا لرومانيا يستفيدوا من هي الميزة. طيب نجي على جامعة اليوم. جامعة كلوج نابوكا هي جامعة عريقة، تأسست عام 1920 تقريبا، وكانت مكونة من بضع معاهد صغيرة غالبا معاهد هندسية، وبعد عام 1948 جمعت وصارت جامعة واحدة. الجامعة هي جامعة كبيرة وعضو باتحاد الجامعات الرومانية ARUT، وبتعتبر ثاني أكبر جامعة في مدينة كلوج نابوكا. بيدرس فيها حوالي 20,000 طالب وطالبة، وبيدرس فيها أكثر من 100 مدرس، وبيقع الحرم الجامعي الرئيسي بالإضافة لبقية الكليات بقلب مدينة كلوج نابوكا، وقريبا من السكن الجامعي اللي بتوفره الجامعة. ترتيب الجامعة عالميا هو 1200 على جامعات العالم، هو طبعا ترتيب ممتاز. أما ترتيبها محليا فهي مثل ما قلنا تقريبا المرتبة السابعة على أفضل الجامعات الرومانية، وهي جامعة طبعا معترف فيها برومانيا وكل الدول الأوروبية، بالإضافة إنه أغلب البلدان العربية كمان بيعترفوا بالشهادات الرومانية وشهادة جامعة كلوج نابوكا. لغة الدراسة هي مثل ما قلنا اللغة الرومانية لكل التخصصات، أما اللغة الإنجليزية فهي لتخصصات معينة رح نذكرها هلا. عنا علوم الكمبيوتر، الأتمتة والعلوم التطبيقية، هندسة الإنشاءات، هندسة الآلات، هندسة الصناعية، الروبوتك، تخصص الإلكترونيات التطبيقية، هندسة البيئة، وكل كلية اللغات متاحة باللغة الإنجليزية. أما الكليات الموجودة بجامعة كلوج نابوكا فهي كلية علوم الكمبيوتر، الهندسة المدنية، الهندسة الإلكترونية، كلية هندسة البيئة، كلية هندسة الكهرباء، كلية العلوم الإنسانية، وكلية العلوم. وأسعار الدراسة بهالجامعة هي غالباً لأغلب الكليات 3500 دولار. مثل عنا الهندسة المعمارية، كلية الأتمتة وعلوم الحاسب، السيارات والميجاترونكس، الهندسة المدنية، كلية الإلكترونيات والاتصالات، كلها 3500 يورو سنويا. بالإضافة لكلية هندسة البناء عنا كلية الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، كلها نفس السعر 3500 يورو. أما تخصصات اللي أقل فعنا مثلا كلية العلوم 2700 يورو فقط، كلية اللغات 2200 يورو سنويا فقط، والكليات الأغلى من هيك فعنا بشكل مفاجئ كلية الفنون الجميلة ب 4200 يورو. أما بالنسبة للسنة التحضيرية دراسة اللغة الرومانية في كلوج نابوكا فكلفتها هي 2700 يورو. موعد التسجيل على هالجامعة هو بعد شهر تقريبا بأول شهر مايو، بيستمر شهرين أو 3 شهور حتى يغلق باب التسجيل. أما بالنسبة للأوراق مطلوبة للتسجيل بجامعة كلوج فهي الأوراق المطلوبة عادة صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية للشخص بمقاس 3x4، صورة جواز سفر، صورة الشهادة الثانوية، وحساب بنكي ساري لإثبات الدخل. وطبعا كل هالأوراق لازم تكون مترجمة ومصدقة من وزارة الخارجية. ترجمة بتكون للغة الرومانية أو الإنجليزية ما بتفرق. طيب هيك بنكون غطينا أغلب الأفكار عن الجامعة. الجامعة ممتازة مثل ما قلنا، ميزات عديدة مثل إنه التعليم فيها عالي، التكاليف كتير مقبولة، وسمعة الجامعة دوليا حلوة، وهذا أكيد بسبب تطور الكليات والمراكز الموجودة فيها، تطور التقنيات
التقنيات المخابر الجزء العملي من الهندسات والكليات التقنية كلها حديثة وبأعلى تجهيزها، وهي أساسا تعتبر جامعة بحثية فالأبحاث عليها تركيز كبير، وهذا بخلي التقنيات والتجهيزات فيها متطورة، وبتنسق الجامعة بينها وبين مجموعة من الجامعات المتطورة ببلدان أوروبية تانية مثل فرنسا أو ألمانيا. وأما من ناحية الترفيه فالجامعة كمان معتنية بهذا الجانب، تنظم مسابقات رياضية، مسابقات ثقافية، تساوي بعض الأحيان مهرجانات وشغلات ترفيهية للطلاب. طيب آخر شغلة من ناحية السكن، فالجامعة بتأمن سكن جامعي كبير عبارة عن مدينتين جامعيات بيحوى عدد جيد من الطلاب، وضوعا مواصفات السكن نفسه كتير ممتازة، بيكون طالبين أو ثلاث طلاب فقط بالغرفة، والسكن مفروش ومريح، بالإضافة إنه في كتير مرافق وأي شيء ممكن يحتاجه الطالب بيلاقيه داخل المدينة الجامعية. وللأمانة الآراء اللي رجعت لنا من الطلاب اللي بعتناهم على رومانيا أو الفيدباك اللي إجانا كان إيجابي بشكل عام، ففيني أنصح بهالجامعة بضمير مرتاح. لو مهتم بالدراسة بجامعة كلوج نابوكا أو بأي جامعة تانية رومانية حكومية أو خاصة، تواصل معنا على الرقم موجود بصندوق الوصف. ولو عندك أي سؤال أو استفسار إلي كمان فيك تتواصل معي بشكل مباشر عن طريق الواتساب، رقمي بتلاقيه تحت بالوصف. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع بدراستهم القادمة. سلام.